دابا الحالي المغرب ما عندوش حل من غير التصعيد، لانه التصعيد وهذا الاحتجاج هو الطريق الوحيد، لانه الا نظرنا لهذيك الشروط اللي يمكن انها دارت على المقاس، فهذا يعني انه المغرب غيلقى صعوبات كبيره باش انه يكون الملف ديالو مطابق للمعايير، وبالتالي فالخطوه ديال المغرب جات في هذا الاطار باش تنبه وباش يمكن انه المشكل ما يبقاش مشكل فقط ديال بلدين مترشحين او ملفين مترشحين، ولكن يولي قضيه ديال الدول كامله وديال الناس اللي كيتعاطفوا مع المغرب او اللي يمكن يكونوا مساندينه، وبالتالي فالضغط هو الحل الوحيد امام المغرب. شوف تكون نيه ولا ما تكونش، لانه ظاهريا كيبان بانه الفيفا كتقول لك انه غتضمن شروط الشفافيه والمساواه في الترشح ديال الملفات، وهاد الشفافيه اللي كتهضر عليها الفيفا فهي يمكن انه بغات تبرزها من خلال انه التصويت على البلدين او البلد اللي غينظم غيكون في الجمعيه العموميه من خلال الاعضاء، ولكن قبل ما يوصل الملف لهذه المرحله هذه هنا فين كيولي انه الملف ماشي في ايادي اللي هي محايده، لان ملي كنقولوا مجلس الفيفا، ملي كنقولوا اللجنه ديال التقييم، فهذا يعني انه السلطات اللي عندها، هذا يعني انه ممكن تغسل لك الملف قبل ما يوصل الانتخابات، وبالتالي فالفيفا دائما بقى الطرف في الموضوع. هو كيبقى دائما ملي كتكون مترشح وخاصه علمتنا التجارب المناسبة الأربعة، دائما أن نخاف، لأن ما يمكنش أن ننام في العسل، لأن الخطاب اللي كيوجهه رئيس الاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم هو خطاب في الفاض، يعني في كل محطة كيمشي تيقول لكم أنتم مزيانين وداك الشيء، هو ما يمكنش يبين لك. ثم دفتر ديال التحملات والاشياء اللي ولات فيه جديده، اعتقد على ان لن اقول اكثر مما قاله رئيس الجامعه والمكتب التنفيذي الذي وجه رساله الى السيد انفانتينو ليتحدث من خلاله على هاد الشروط وطريقه ديال التنقيط، التنقيط اللي كتشمل واحد العدد ديال الامور. حنا واخدينها بعين الاعتبار، حنا كمواطنين مغاربه قبل ما نكونوا صحفيين تيبان على ان هاد الدفتر ديال التحملات والاشياء اللي كناخذوها الان بعين الاعتبار نشتغل فيها في وطننا، سواء اخذنا كاس العالم او ما اخذناش كاس العالم، غنبقاو غاديين في هذا الاتجاه، ولكن باش يكون الارتياح ما يمكنش، لان الترشح فيه واحد النوع ديال الجديه في انخراط ديال الامه، هو مشروع ديال الامه وحلم ديال القاره ايضا، لان ما يمكنش 100 عام يلاه مره واحده كتنظم افريقيا. والمغرب كنعتقد راه كيتنافس، لا ينافس فقط امريكا كدوله عظمى، ولكن هو ينافس الملف من خلال الملف ديال الترشح. تنعتقد بانه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ولا اللجنه المكلفه بملف ترشيح المغرب 2026 حصل لهم واحد الاستياء من تغيير ديال بعض المعايير في اخر لحظه، وتنظن حتى مولاي حفيظ العالمي رئيس اللجنه خلال اخر ندوه صحفيه كان تكلم على بعض التغييرات اللي صدرتهم الفيفا بخصوص البيد بوك 48 ساعه قبل اخر الاجال ديال وضع الملف التقني، يعني اللي كان يوم 16 مارس الماضي. بطبيعه الحال هاد المعايير اللي تغيرات تمنوا انها ما تاثرش سلبيا بشكل كبير على البيد بوك ديال المغرب، لانه كنا بصراحه في اخر ندوه متفائلين جدا من المعطيات اللي شار لهم السي مولاي حفيظ العالمي. هي مادام كاينه رساله وكاين استياء ديال الجامعه الملكيه المغربيه الا وتنظن بان الامور صعبه شيئا ما، ولكن لحد الان مازال ما كاينش خروج رسمي من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لتوضيح الامور، وكذلك من طرف لجنه مونديال 2026 باش نعرفوا اكزاكتومون الملف فين كاين. اللي وصلنا الان كمعطيات مهمه هو انه اللجنه ديال التفتيش والتقييم تاسك فورس هذه تقوم بالجوله ديالها لدول امريكا الشماليه المرشحه في اطار الملف الثلاثي اللي هي الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك اولا في المنتصف ديال ابريل، ومن بعد منها غادي يجيو للمغرب. فنتمنى ان شاء الله انه الامور تعدى بخير وعلى خير، وان المغرب يحصل على ذاك لو مينيموم ريكويرمنت ديال التنقيط باش على الاقل يدوز هذه المرحله ديال التقييم اللي غادي تسالي في لو 6 جوان ان شاء الله، ومنها يدوز للمرحله ديال التصويت لو 13 جوان ان شاء الله.
لابد ما يكون عندك واحد نوع من التخوف كل مرة قدمت على أي امتحان. فالدوسي ديال المغرب للاكو دي موند هو امتحان. إذا خدينا هاد الملف بوحدو كما أشرنا إليه، إذا كانت غير دولة وحدة لقينا معها صعوبة، فما بالك ملي غادي نلقى واحد المجموعة ديال الدول اللي هما من أكبر لي ناسيون ديال الكرة، فالمكسيك وليزيتازوني والكندا، ناس عندهم بنية تحتية موجودة، كاينة ديجا موجودة. يعني بهذه المسائل هذه حنا يمكننا ننافسوا ماشي مشكل، ولكن اللي كيتخلق لنا مشكل هو هذه اللجنة اللي تخلقت وخرجت من الجنب. هذه اللجنة اللي هي حتى واحد ما كيعرف شنو هو الصلاحية ديالها، أو اللي كيعرفوا الصلاحية ديالها هي غتقول لك هل المعايير اللي غتاخذ بهم، حتى واحد ما عرف شنو هما. يعني يقدروا في أي لحظة يرفضوا على أي سبب تافي كيف ما كان نوعه باش يزيحوا الدولة اللي كتجينيهم. الدولة الآن اللي كتجيني هاد المجموعة ديال الناس هي المغرب. فرغم داك الشيء هاد البنية التحتية اللي بيناهم احنا وخدينا كأس العالم، هو هذاك ما خديناش، غادي نكون ربحوا المغرب هالبنية التحتية لتظاهرات أخرى إن شاء الله أكبر وأهم.